موجز لاهم الانباء اهلا بكم. اعلن التحالف السعودي الاماراتي تنفيذ ضربات جويه لما وصفها بالاهداف العسكريه المشروعه في العاصمه صنعاء. اوضح التحالف ان الضربات جاءت استجابه للتهديد ودمرت اربع مخازن للطائرات المسيره ومنصات اطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري. وبين انه اتخذ اجراءات وقائيه لتجنيب المدنيين والاعيان المدنيه الاضرار الجانبيه مؤكدا ان العمليه تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفيه. استشهد مدنيان اثنان بقصف صاروخي شنته ميليشيا الحوثي على مديرية عسيلان في محافظة شبوة. قال مراسل بلقيس أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا على منطقة الرا في مديرية عسيلان ما أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين كانا على متن دراجة نارية. تمكنت قوات الجيش الوطني والقوات المشتركه من احراز تقدم في مديريه عسيلان بمحافظه شبوه عقب شن عمليه عسكريه واسعه ضد ميليشيا الحوثي وقالت مصادر عسكريه ميدانيه ان قوات الجيش والويه العمالقه المدعومه اماراتيا سيطرت على منطقه حيد بن عقيل الاستراتيجيه قرب مدينه النقوب مركز مديريه عسيلان كما تخوض مواجهات عنيفه بغرض السيطره على مناطق اخرى وقطع الامداد على الميليشيا المتواجده في منطقه الصفراء. حذرت السلطة المحلية بالمهرة من محاولات جر المحافظة إلى مربع الفوضى والصراعات عقب اجتماع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا دعا فيه إلى فتح معسكرات أو معسكرات تجنيد وإغلاق المنافذ البحرية والبرية شددت السلطة في بيان لها أن أي تجاوزات تضر بأمن واستقرار المحافظة ستواجه بحزم وفقا للنظام والقانون داعية جميع المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية للقيام بواجباتها في الحفاظ على المحافظة وتجنيبها الصراعات شدد محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني على ضرورة رفع المظاهر المسلحة المصاحبة للتحركات والاحتجاجات التي تقودها لجنة تصعيد المنبثقة عن اجتماع اكتوبر الماضي الذي نظمته كتلة حلف وجام حضرموت من أجل حضرموت والجنوب الموالية للمجلس الانتقالي هدد البحسني باتخاذ إجراءات عقابية ضد من يلوح بالسيطرة على مؤسسات الدولة وقال أن شعارات الزحف نحو مؤسسات سيادية مثل ميناء الضب النفطي وشركة بترو مسيلة غير مقبول انتهى الموجز الى اللقاء